السلام عليكم الجوار. المهم الخوت، واخيرا واحد اللاعب اعترف وقال كاع داك الكلام اللي كنقولوا حنا في لي كومونتير والكلام اللي سالو زياش قالناه. قالوا اللاعب ماريو ميلكيوتش المدافع ديال تشيلسي واياكس السابق، اللاعب كبير اللي دوز كره ديال بصح ولعب مع تشيلسي واياكس كما قلت، وضح حساب ديال المعاناه ديال الحكيم زياش في ملعب ستانفورد بريدج ومع المدرب توماس توخيل، بحيث قال كلام جميل وكلام معقول ديال بصح وحلل شنو خاص زياش في تشيلسي. المهم الخوت سمعوا شنو قال اللاعب السابق والمدافع الهولندي على زياش المعاناه ديالو لساديو استرو بعد السؤال ديالهم على شنو السبب ديال معاناه زياش في تشيلسي. قال هذا الكلام الخوش بالحرف، سمعوا مزيان شنو نقول. انه لا يحصل دائما على الفرصه، اعتقد ان فرانك لومبارد فهمه بشكل افضل، لقد اراده وطرده، وهذا درا الخوش وتطرد غير معقول ديال بصح، بحال شنو لومبارد كان ياماتو ككبين فازياش وكان قدم مسويات كبيره لولا اصابات لكان واحد افضل النجوم الدوري الانجليزي حاليا، لكن مع الاسف مشى لومبارد. اعتقد ان زياش يواجه الان ما واجهه في البدايه مع اياكس، كان من الصعب عليه ان يركض بمجرد حصوله على الكره، ولكن من بعد كان من بين افضل اللاعبين في الفريق اياكس. الان في الدوري الانجليزي الممتاز لديك العديد من النجوم من حولك، عليه ان يفهم ذلك، يعني كتر على زياش خاصو يفهم بان اللاعبين بزاف واعرين في تشيلسي. اعتقد ان الامر يتعلق بالايقاع، إذا كنت لا تلعب في كثير من الأحيان فعندما تحصل لفرصتك يجب عليك اغتنامها، وكما عرفنا الخوت زياش كان كيلعب جماتشاش ولا ماتش وكيحبس عاوتاني كريحو طوخي واحد الماتش وكيعاود يرجع، نورمالمون خاصو يلعب واحد ثلاثة ولا أربعة باش طلع نعرفو زياش شنو المشكلة عنده. وكما الهضرة ديالو اللاعب ميلكيوش قد يستغرق زياش الأمر بعد المباريات الارتقاء بسرعة للمستوى ديالو، لذلك إذا لم يشارك في تلك المباريات يصبح الأمر صعبا. أنا أحبه وأعتقد أنه موهوب تقنيا لا ولائق بدنيا ويفهم اللعبة جيدا. في أياكس كان يمرر الكرات عدة مرات وكان هناك لاعبون في نهايتها، يعني لاعبين كيستغلوا الكرات ديالو وكيسجلوا، لكن عكس ذلك في تشيلسي بحيث أن فيرنر وهافرت في آخر مباراة كما عرفنا هافرت ما تستغلش الكرة اللي عطاها زياش، يعني ما كاينش اللي كيفهموا، يعني شنو قال انهم بحاجه لان يفهموا زياش في تشيلسي وما هي نقاط قوته، لانه يتمكن من تحقيق ذلك واتقانه حقا فقد يكون شيئا مميزا، اذ لم يكن كذلك سيصبح الامر صعبا. فقد يكون شيئا مميزا يعني يكون لاعب عالمي في الدوري الانجليزي الا فهموه وارتقى لذاك المستوى الكبير اللي كان مع اياكس، بحيث انه كما عارفين كان حرج فرق كبيره بحال توتنهام وريال مدريد واليوفي. يعني الخوت كاع الكلام اللي قال ماريو ميلكيوت المدافع ديال تشيلسي السابق كلام معقول، ووضح حساب معاناه ديال تشيلسي بحيث قال بلي توخيل واللاعبين ما كيفهموش وخاصو يستغل المباريات اللي كيعطي توخيل. يعني الخوت كلام معقول وكلام ديال بصح على اللاعب، قال بانه يحبه ان زياش لاعب كبير وخاصهم غير يفهموه، وهذا هو بلان الخوت. وهذا الكلام كاع اللي كنا كنقولوا قالوا السيد في هذا الفيديو، هذا يعني فيديو لخص لكم كاع الهضره اللي خاصكم تعرفوها على اللاعب زياش وشنو ناقصه في تشيلسي. المهم الخوت هذا هو بلان، نتمنى يعجبكم الفيديو كما العاده، ما تنساوش تشتركوا القناه ديالكم مزيد الاخبار والتصريحات ديال النجوم ديالنا. كان معكم مروان وتهلاو ليا فراسكم.